ألف رحمة ونور على الدكتور أحمد الخادم وكل الناس اللي بتدي الرياضة بصدق وعطاء الحقيقة. طيب، زي ما قلت لكم قبل الفاصل، بكرة بداية مهمة جدا، عشان كده كل تفاصيلها كل أخبارها حطيناها لكم في الغربال. بكرة الدوري وسر مكاسب الأهلي. عايز أقول لك إنه الدوري الجديد، احنا انتهينا من اسبوع الدوري القديم. ايوه لسه ما لحقناش. لسه الاغاني ممكن، لسه الناس بتبعت لنا اغاني الاحتفالات من فلسطين. علاء خالد بعت كام اغنيه، خد بالك. صديقك العزيز الدكتور طه الخطيب مبعوت له من غزه اغنيه هايله جدا، خلى رنا بنته تبعتها له الفجر احتفالا بالثلاثيه. اهلاوي جامد قوي جدا. فعدد الاحتفالات في كل الاماكن كتيره، لكن هو ده قدر الاهلي، وقف الفرحه ويبدأ التحدي الجديد. فبيبدأ التحدي الجديد الأهلي في الموسم، عدد المواسم اللي اكتملت في مسابقة الدوري 72 أسبوع، 72 بطولة، لكن اللي اكتملوا 61، يعني بكرة يبدأ الدوري رقم 62، وتفاصيل كتيرة جدا نشوفها في هذا التقرير عن الدوري الجديد. ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق البطولة المفضلة لجماهير وعشاق النادي الأهلي، بطولة الدوري الممتاز في نسختها 62، البطولة التي انطلقت في موسم 1948-1949، والتي كانت حلما يداعب المعلق الكبير محمود بدر، الذي جعل الجماهير تعشق كرة القدم بتعليقه الساحر والمميز عبر أثير الإذاعة المصرية، قبل أن يوافق الملك فاروق على هذه الفكرة وتنطلق المسابقة في شهر أكتوبر. شارك في أول نسخة 11 فريقا وتوج الأهلي باللقب، ليكون بذلك أول فريق يفوز بالبطولة. ومنذ ذلك الحين تعاقبت 7 أندية على الفوز باللقب، ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة بواقع 42 لقبا، يليه الزمالك ب12 لقبا، ثم الإسماعيلي ب3 ألقاب، ثم غزل المحلة والترسانة والأولمبي والمقاولون العرب بلقب وحيد. ويعتبر الأهلي والزمالك هما الناديان الوحيدان في مصر اللذين لم يهبطا إلى دور الدرجة الثانية منذ انطلاق البطولة. وشهدت مسابقة الدوري الممتاز مشاركة 70 فريقا، قبل أن ينضم الوافدان الجديدان سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي إلى قائمة المشاركين في البطولة العريقة. وتضم النسخة 62 لمسابقة الدوري 5 فرق سبق لها التتويج بمسابقة الدوري، وهي الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمقاولون العرب، وأخيراً العائد لدور الأضواء والشهرة بعد طول غياب فريق غزل المحلة. ويمتلك النادي الأهلي نصيب الأسد من الأرقام القياسية المسجلة باسمه في مسابقة الدوري، حيث يحمل الرقم القياسي في عدد النقاط التي حققها فريق في موسم واحد ب89 نقطة في الموسم الماضي، كما يحمل الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد عندما سجل لاعبوه 75 هدفا. كما يمتلك الأهلي رقما قياسيا في عدد مرات الفوز في الموسم، حيث حقق الفوز في 28 مباراة مرتين. ويمتلك المايسترو صالح سليم رقما قياسيا صامدا حتى الآن بتسجيله أكبر عدد أهداف في مباراة واحدة، حيث سجل سباعية في انتصار الأهلي على الإسماعيلي ب8 أهداف نظيفة. كما يعد السيد عطية توتو لاعب الأهلي صاحب أول سوبر هاتريك في تاريخ المسابقة. ويمتلك الثنائي صالح سليم وتوتو الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالدوري، حيث توجا باللقب 9 مرات متتالية مع النادي الأهلي.